جاي صعب جدا، وهو اخر موسم قبل بدايه كاس العالم. صحيح، واعتقد انه لازم يكون موسم استثنائي يعني. يعني خلينا نتكلم بصراحه شديده جدا، مش بس النادي الاهلي المستفيد من ده او الفرق كلها، يعني في اجهاد غير طبيعي لكل الفرق الدوري في لا مفيش، انا الاربع مختلف خمس سنين معاك اللي في فاتت. ده. لا اسم هقول لك، يعني مفيش طبعا النادي الاهلي يعني وضعه مختلف. بص خلينا نحط البندل بقى طبعا كامله وضع عشان النادي الاهلي هتقارن. مختلف. تعالى نحط البندل كامله. اتفضل. الاهلي عنده كام لعيب دولي في السكواد بتاعه؟ مش اقل من كتير 15 16 لعيب، في منتخب المنتخبين اول طبعا، منتخب ومنتخب اولمبي اولمبي ومنتخب والمحترفين بتوعه، صحيح. سواء ديانج مع بيرسي تاو يعني هتكلم على وعلي معلول، نص يعني قوام ال 16 50% من سكواد الاهلي دولي. فبالتالي حط اجنده الاهلي وحط اجنده المنتخبات الدوليه وشوف لعيبه الاهلي او نص سكواد الاهلي بيلعب كام ماتش في السيزون، فين فريق تاني في كتير الدوري جدا. المصري، يعني مش اقل من 70 مباراه او 75 مباراه اعتقد فين كده. فريق تاني بيتعرض للكم ده مفيش من مفيش، الماتشات. لكن خلينا نعممها. يعني انت برضو لعيبه الدوري المحلي بتستهلك، لانه صحيح النادي الاهلي فارق كتير جدا في عمليه الاستهلاك او استهلاك لعيبته، سواء في البطولات اللي بياخدها او مع منتخبات مصر. ايوه لكن برضو انت عايزين موسم استثنائي يريح الجميع، ايوه يبقى عندك موسم بلاش يريح الجميع عشان ممكن تكون الحل في بتضايقهم. في اختزال المسابقات المحلية. طبعا طبعا مفيش خلاف. يعني خلينا نقول ان يمكن حكايه اراحه اللاعبين دي بتضايقهم ايوه شويه. طب خلينا نقول اننا نمشي بطريقه سليمه. زيادة قوام الأندية هل ممكن يكون حل؟ زيادة عدد المحترفين هل ممكن يكون حل؟ ولا لا، زياده يبقى عدد المحترفين انا مش بنصدر معاه. مشكلة؟ شوف انا مش مع مش زياده مع، عدد المحترفين، لانه انت بتدور على منتخباتك برضو. انت لما على بتزود فكرة انجلترا فتح عدد المحترفين وفي فرق في الدوري الانجليزي ما فيهاش غير لعيب ولا اتنين ماشي، انجليز، ما هو ده مأثر ومع برضه على ذلك منتخب انجلترا. انت ما بتشوفوش دايما في الـ بيحقق انجازات كبيره في الفترات الاخيره. معاك على مستوى الانجازات بس ده مش بسبب الكواليتي اللاعبين، ده حاجات كتيره، لكن بسبب ده حاجات من كتير. ضمنها. لكن انت بتتكلم النهارده على منتخب فيه نجوم على اعلى مستوى في كل الخطوط. ما انا يعني معاك. بص سكواد منتخب انجلترا في البطوله دي وانت مغمض كده قبل البطوله ما تبدا وقبل ما تشوف كره انجلترا، لا انجلترا مرشح اول البطوله. معاك، لكن برضو اعتقد ان لما يكون انت برضو من اهم اسباب، خلي بالك النهارده، ايوه النهارده انت عندك مشكله كبيره في مصر. خليك تكلم على الوضع القائم اللي انا عندك. مش مع ده، انا مش مع ده، انا بطرح عليك طبعا. يعني وجهات نظر. خلينا نتكلم في مع وضع، او ضد دي حاجه بتاع طب يعني ما... وضع منتخب مصر او منتخبات مصر، ان ما عندكش لاعبين محترفين كتير، ايوه وبالتالي او انت مش فاتح باب الاحتراف يعني على مصراعي زي ما بيقولوا، عشان تمام. يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين المحترفين، وبالتالي انت بتعتمد بنسبه كبيره جدا على على اللاعبين المحلي المحليين. تمام. فطبيعي يكون عندك مسابقه قويه. هتفرز منين؟ يعني هيكون عندي لاعب جاهز لمنتخب مصر او لمنتخبات مصر منين غير من المسابقات المحليه عندي؟ ايوه وبالتالي طب زياده عدد المحترفين هتقلل. ترجم لي دي معاك، هتفق معاك ده. وان كنت الحقيقه كمان كان عندي سؤال مرتبط بالمحترفين بس مش هاجله اللقاءات الجايه. طب فكره انه يبقى عندي 18 نادي في بطوله الدوري كل سنه في من 6 ل 7 انديه بينافسوا فيه على الهبوط، ايه الفكره ان يبقى عدد انديه الدوري 18 نادي؟ ممكن يعني دي مقترحات بقى، احنا ممكن نقلل عدد الأندية، ممكن نعمل مجموعتين. يعني شوف الموسم الاستثنائي ده، انت بتتكلم على الموسم الاستثنائي ولا بتتكلم على حلول لا طويله خلينا المدى؟ نتكلم على موسم استثنائي. موسم استثنائي. موسم استثنائي، وانا بفكر في موسم استثنائي ده يكون بداية لخطوات جاية. ما هو انا ايوه مش هعمل موسم استثنائي وانا مش عارف انا هعمل ايه بعد كده. لا، انا يكون عندي خطه كامله لمده 4 5 سنين للانديه، للمنتخبات، لكل الامور، لاصلاح المنظومه الرياضيه تمام في كره القدم. وبالتالي انا ما بتكلمش على موسم استثنائي وخلاص. يعني موسم استثنائي يا جماعه عشان نريح اللعيبه، عشان نريح الدنيا والضغط اللي علينا وخلاص. لا، موسم استثنائي يعني في ارتياحيه، ومعايا بخطط لمستقبل 4 5 سنين جايين نقدر نعدل فيهم مسار بشكل سليم وبشكل صحيح.